لقاء جديد مع الأحبة المشاهدين في برنامج استوديو الرياضة. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة التي نتمنى أن تروق لكم. أهلا بكم. شهد الدور الممتاز لكرة القدم في جولته 37 صراعا محتدما بين فرق المؤخرة لتفادي الهبوط إلى دور الدرجة الأولى، فيما يتواصل صراع آخر بين فرق الزوراء والنجف والشرطة على مركز الوصافة. مدرب فريق القاسم قصي منير قاد فريقه للهروب من مناطق الهبوط بعد فوزه على فريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب الكفن، ورفع القاسم رصيده إلى 41 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد السماوي عند 26 نقطة وهبط رسميا إلى دور الدرجة الأولى. فريق الديوانية القريب من مناطق الهبوط حقق تعادلا صعبا مع نفط الوسط ليرفع رصيده إلى النقطة 38 في المركز 17 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط. من جهته تعادل فريق الطلبة مع فريق الحدود ليرتقي إلى المركز 19، فيما هبط الحدود إلى دور المظالم. الصراع على مركز الوصافة تواصل بين فرق الزوراء والنجف والشرطة، حيث سقط الزوراء في فخ نادي الكرخ بعد خسارته بهدف دون رد في المباراة اللي جرت على ملعب الشعب الدولي. أما النجف فقد بات قريبا من الزوراء بفارق نقطة واحدة بعد فوزه على فريق زاخو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 71 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد زاخو عند 46 نقطة في المركز التاسع. قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة ندوة حوارية حول المنتخب الوطني ومرحلة الحسم. الندوة التي حضرها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والهيئة التطبيعية إضافة إلى المدرب أنور جسام ومجموعة من المدربين واللاعبين السابقين والعاملين في المنتخبات والأندية الرياضية والإعلام الرياضي، ناقشت موضوع المدرب الجديد للمنتخب الذي سيتولى المهمة لقيادة المنتخب في الدور الحاسم المؤهل لتصفيات كأس العالم بدلا من ستريشكو كاتانيش الذي ترك المهمة. للحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى استضيفه من بغداد نجم الزوراء والمنتخب الوطني السابق والمدرب الكروي الحالي الكابتن حيدر محمود. أهلا بك كابتن حيدر في برنامج استوديو الرياضة، نورتنا اليوم. راح نتكلم على الدوري وبعدين نتكلم على موضوع المدرب فريق الطلبة، مثل ما تعرف تقدم خطوة نحو البقاء في الدوري الممتاز بعد ما تعادل ويا الحدود وخسارة الصناعات ويا أربيل. برأيك راح يبقى الأنيق بالدوري لو هناك معادلة أخرى ستكون؟ مساء الخير عليك أستاذ حسام وعلى المشاهدين الكرام. الله يخليك. بالنسبة يعني للفريق الطلبة أكيد يعني احنا شاهدنا يعني الفرحة في المباراة ما قبل الأخيرة بالفوز على فريق القوة الجوية وتحقيق يعني نقول احنا انتصار جيد وكسب ثلاث نقاط. أما المباراة الأخيرة رغم التعادل مع الحدود، لكن أعتقد أني ضمن هو بقاء في دوري الممتاز. وأكيد احنا كنا كمحبين أو كلاعبين احنا ما نتمنى بأن الطلبة يكون بهذا الوضع اللي مر بيه في هذا الموسم بسبب عدم الإدارة الجيدة أدى إلى وصول هذا الفريق إلى هذا المستوى. أتمنى أن يبقى هذا الفريق وأيضا كل الفرق يعني، لكن طلبه بتاريخه وباسمه وبإنجازاته ما نتمنى بأن يكون بهذا الموقف. أما بقية الفرق نقول إحنا الحدود والسماوة أعتقد يعني رسميا هم في مصاف الدرجة الأولى. كان ممكن الحدود لو كاسب نتيجة مباراة أمام طلبة، لأن الصناعة عنده مباراتين قوية، خسر الأولى أمام أربيل والثانية أمام الشرطة. الشرطة من المستحيل يفرط بهذه المباراة كوني هي اللي راح تأهل إلى الوصافة مع الزوراء والنجف بعد الجوية. فصعب على صناعة، لكن تعادل الحدود مع طلبة يمكن اللي هو فقد هذه الفرصة في سبب في البقاء في الدوري الممتاز. نعم، فريق الديوانية أيضا كابتن حيدر اللي عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين وغير أربع مدربين، هو الآخر أيضا يعني يحوم حول دائرة الخطر برغم كل الدعم اللي حظى به من رئيس حسين العنكوشي. ماذا تقول في هذا الموضوع؟
موضوع حسين العنكوشي، يعني انت ليس فقط انت قلت لك يعني دائما الدعم المالي وانما القياده الجيده، يعني عذرا يعني انسان طيب هو، وانا التقيت اكثر من مره ورغم صار بعض الامور او الانتقاد بيننا او الانتقاد يعني للطرفين، تغيير عده مدربين في موسم او في شهر او في اسبوع، يعني هذه نقطه سلبيه يعني تجاه العنكوشي. انت من الصعب ان تغير مدرب في اسبوع او في اسبوعين. نعم. وكيف تغير انت خمس مدربين في الموسم؟ تمام. اكيد هي اثرت على مستوى ونتائج فريق الديوانيه، مع العلم يضم لاعبين جيدين وفي البدايه تمام. حقق مستوى جيد ونتائج جيده، لكن نعم. عدم صبره على البقاء المدرب، وهذا ما موجود الان في كل انديتنا، لكن نعم. هو اليوم دخل موسوعه غينيس في في في, في تبديل عدد مدربين في هذا الموسم. كابتن حيدر، هناك صراع اخر للظفر بمركز الوصافه بين الزوراء والنجف والشرطه، يعني برايك من اللي راح يخطف هذا اللقب برغم انه الزوراء حاليا هو في هذا المركز؟ صحيح الزوراء يعني قبل المباراه اللي خسرها الاخيره امام الكرخ هو كان الوصيف، لكن كره القدم ما تعرف يعني فريق كبير وصغير. نعم. انا اشوف يعني النجف يعني اقرب ممكن، لان النجف دائما مستقر في مستواه وفي نتائجه ويضم مجموعه جيده، على عكس يعني الشرطه اللي مستواه متذبذب، رغم الشرطه الان راح يقدم المستحيل في سبيل يكسب الوصافه، لكن من الصعب ان اقول بالنسبه للشرطه. فالوصافه اعتقد بين الزوراء والنجف بشكل عام. كابتن حيدر، بشكل عام بشكل مختصر، شنو تقييمك الدوري هذا الموسم بالمقارنة ويا الموسم اللي سبقه؟ هذا الدوري سعد حسام هو من أفضل الدوريات من ناحية التنظيم، لجنة المسابقات يعني كان تنظيم جيد، وأيضا من ناحية عدم تأجيل المباريات، نشوف دوري مستمر كل خمسة أيام مباراة. شوف إحنا رغم الدوري مستمر كل خمسة أيام أو أربعة أيام مباراة، البعض كان يتعظ ما عندنا مجال، على عكس الدول القريبة وليس الدول الخارجية والأوروبية اللي تلعب كل ثلاثة أيام. نعم. مع ذلك شوف الآن انتقاد إحنا شو وقت نعد المنتخب، لكن لو نفكر بالشكل الصحيح إحنا لعدم تأجيل يمكن مباراة أو مبارتين صار تأجيل كان خلصنا الدوري من زمان. أنا أشوفه نعم. أفضل دوري، لكن المستوى الفني أشوفه أنا طيب. بصراحة غير ظاهر، لكن المنافسة كانت موجودة عند كل الفرق. شوف أنت النجف، الزوراء، زاخو كان في البداية، الأربيل، بغداد طيب. النفط نعم. الجوية، الشرطة، فهي اعتبران يمكن أفضل الموسم السابق هذا الدوري. كابتن حيدر، بالعودة إلى موضوع المنتخب الوطني، أنت حضرت الاجتماع اللي عقدته وزارة الشباب والرياضة ويا نخبة من المدربين والمعنيين والصحفيين، ما هي حصيلة هذا الاجتماع اللي صار؟ اكيد يعني هذا الندوه والحوار والنقاش اللي صار بي اكيد هو يعني مثمر، ونشكر يعني سعاده الوزير عدنان درجال والهيئه التطبيعيه بهذا النقاش والحوار. احنا كنا من زمان نتمنى بان يستشارون الفنيين وصاحبين الاختصاص والمدربين الكبار حول مسيره المنتخب الوطني وياخذون اراء، مجرد لان هم اصحاب القرار. نعم. اليوم يعني البعض يعني للاسف خرج خارج اطار الندوه او الحوار، لان احنا الغايه منها بقصر الفترة ما هو الرأي الأنسب لحلول المنتخب الوطني، المدرب الأجنبي من المحل، رغم التطبيعية أو اللجنة الفنية مختارة مدرب، لأن أنت المدرب الأجنبي ما يصير تتعاقد مع مدرب. يعني شلون طلع الحوار كابتن حيدر؟ شنو اللي صار؟ يعني البعض كان مثلا يمجد نفسه، والبعض انتقد اللجنة الفنية، والبعض انتقد التطبيع، والبعض انتقد نوعا ما نقول احنا الوزير. احنا اذا يقول لك جاي انا اريد حلول، ايهما الاصلح، المدرب اجنبي ام محلي، شنو الحلول ببالكم؟ البعض طلع قلت خارجي طالع، احنا فترتنا محدوده استاذ حسام، احنا يعني البعض تكلم بالصحيح بان احنا المدرب الاجنبي فتره قصيره ما يعرف اللاعبين، فواحد انا من الناس ايضا هم يعني قدمت رايي، قلت اهلا مكة ادرب شعبه، يعني المدرب المحلي او مستشار يكون موجود، ومدربين ثلاثة محليين هم أقرب نعم. وأفهم للاعبين العراقيين لقصر المدة. صحيح. نتمنى أن يكون مدرب هناك عالمي وأجنبي، ليس كأجنبي ككاتنش والمدربين اللي قادوا، أنا مدرب ذو سيرة حسنة له تاريخ جيد كابتن، بس ليس بهذه الفترة. نعم. نعم كابتن حيدر، والآن إلى أين يسير الاتجاه؟ المحصلة النهائية برأيك مدرب أجنبي اللي راح يتم تعاقد وياك إلى الفترة باختصار؟ التطبيعية الأستاذ أخي بنيان يعني تكلم قال هناك مدرب أجنبي، لأن لا. سيد الوزير عدنان درجال التقى برئيس الوزراء فقال له أنا داعم المنتخب، يعني أكو سيولة مادية، فهم جايين متفقين على مدرب أجنبي، ورغم ذلك رادوا آرائنا.
نعم. شنو الأصلح؟ فكلمة انطرائية. البعض قالوا المدرب المحلي بهذه الفترة، لأن قلت لك الأقرب على اللاعبين، أكيد المدرب الأجنبي ما راح يقول لك هذول اللاعبين ملاعبين إيش وقت يشوفهم بها فترة، إحنا الآن خلص الدوري لعبتين وراح يجي المدرب يعني. فأعطينا مجرد آراء، وبقى الاختيار هو للاتحاد التطبيعية واللجنة الفنية حول تسمية المدرب. إذن الحصيلة النهائية لاجتماع وزارة الشباب والرياضة مع المدربين والمعنيين بالشأن الكروي والزملاء الإعلاميين، أنه تتجه البوصلة باتجاه المدرب الأجنبي، ومثل ما أعلن السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أعلن عن موافقة ودعم وزير رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي على إتمام هذا الموضوع، وإن شاء الله تتم الأمور بشكل على ما يرام، ويكون المنتخب جاهز للمشاركة في تصفيات الدور الحاسم. كابتن حيدر، نروح الفاصل ونكمل مشوارنا. إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لتكملة المشوار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. أهلا بكم من جديد. قاد نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على منتخب البرازيل بهدف دون مقابل في النهائي الذي جرى على ملعب ماراكانا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو. سجل أنخيل دي ماريا هدف الأرجنتين الوحيد بداية الشوط الأول لتحرز الأرجنتين أول لقب لها في بطولة كوبا أمريكا منذ عام 93. وكان ميسي قد شارك في 3 نهائيات في بطولة كوبا أمريكا في أعوام 2007 أمام البرازيل و2015 و2016، كما خسر النجم الأرجنتيني نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا. وباستثناء لقبه الأخير، لم يحقق ميسي أي لقب مع منتخب الأرجنتين، علما أنه توج ببطولة العالم مع المنتخب الأرجنتيني للشباب عام 2005، إضافة إلى ذهبية أولمبياد بكين عام 2008. بهذا الفوز عادلت الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب القارية 15 لقب بالتساوي مع الأوروغواي، بينما تجمد رصيد البرازيل عند 9 ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم. نهائي كوبا أمريكا أعزائي المشاهدين الأخير كان النهائي الرابع بين الغريمين اللدودين، وقد فازت الأرجنتين بنهائي عام 37 مقابل انتصارين للبرازيل عامي 2004 و2007. الأرجنتين أيضا توجت بلقبها الأخير عام 1993 في الإكوادور قبل هذا اللقب طبعا، عندما فازت على المكسيك بثنائيات جابريال باتستوتا مقابل هدف واحد. بطولات الكرة أعزائي المشاهدين، وننتقل من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، حيث توج حارس مرمى منتخب إيطاليا جان لويجي دوناروما بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعد قيادة بلاده للفوز على إنجلترا بفارق ركلات الترجيح بالنهائي اللي يقيم على ملعب ويمبلي. الاتحاد الأوروبي اختار الحارس الشاب أفضل لاعب في النهائيات اللي أقيمت في 11 دولة، وأحرزت إيطاليا لقبها بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي. تألق دوناروما بصده ركلتين ترجيحيتين في النهاية أمام جايدون سانشو وبوكايو ساكا اللي تحرز إيطاليا لقبها الثاني بعد لقب عام 1968. دوناروما اللي راح ينتقل من ميلان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لعب 719 دقيقة حافظ على نظافة شباكة ب3 مباريات، لقى 4 أهداف، قام 9 صدات، علما أنه برز بنصف النهائي لما صد ركلة ترجيحية الإسباني الفارو موراتا. أما على صعيد الهدافين، فقد توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، متفوق على باتريك شيك مهاجم التشيك اللي سجل 5 أهداف أيضا، لكن قائد البرتغال صنع هدف فيما فشل شيك في تقديم تبريرات حاسمة. رونالدو أيضا خاض عدد دقائق أقل خلال البطولة، والغريب أنه ما اختاره بالفريق أو التشكيلة المثالية للبطولة.
وفقا لنظام بطولة أوروبا، ففي حال تعادل أكثر من لاعب بعدد الأهداف يتم حسم الفائز بالنظر لعدد التمريرات الحاسمة وعدد دقائق المشاركة. راح يحصل المنتخب الإيطالي المتوج بلقب يورو على جائزة مالية، أو حصل على جائزة مجموحة 34 مليون يورو، فيما حصل صاحب المركز الثاني المنتخب الإنجليزي على جائزة مالية تقدر ب 30 مليون يورو. وأحرز لاعب الوسط الإسباني بيدري جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، علما أن الفريق الإسباني خرج من نصف النهائي بعد خسارته أمام نظير الإيطالي بركلات الترجيح. من جديد أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي الكريم من بغداد، الكابتن المدرب الكروي حيدر محمود. كابتن حيدر، قبل ما أروح لميسي وبطولة أوروبا، أريد بس أسألك، ما هو موقفك الآن؟ أنت هل يعني عندك مهمة تدريبية لو تنتظر إن شاء الله بعد ما شاهدناك متألق مع العديد من الأندية؟ والله بصراحة أنا ما عندي أي مهمة تدريبية، يعني بعد ما خرجت من نادي أربيل لحد الآن يعني بدون عمل، لكن انتظر مهمة تدريبية في أحد المنتخبات يعني الوطنية إن شاء الله عن قريب تعلن، يعني أرشح اسمي وأتمنى أن يكون يعني من ضمن الكادر اللي يقود المنتخب الأولمبي إن شاء الله. بالنسبة لبطولة أوروبا، كابتن حيدر، مدرب إيطاليا مانشيني نجح بقيادة اللازوري منتخب بلاده اللي أظفر بكأس هذه البطولة بضربات الجزاء، هل كان برأيك هو المدرب الأفضل؟ وما أهم الأساليب الكروية اللي شاهدناها بكأس أمم أوروبا برأيك؟ يعني أستاذ حسام، تعتبر يعني أشوف هاي أمم أوروبا يمكن أفضل البطولات اللي شفتها من ناحية المستوى وظهور الفرق بمستوى جيد. صح، كرة القدم هي حاض نقول، وبعض المنتخبات ما حالف الحظ. بالنسبة لمانشيني يعني أكيد مدرب هو جيد، وفريق إيطاليا أيضا ظهر بصورة جيد، لكن ما أخفيك يعني المباراة هي النصف النهائي أمام إسبانيا قدموا نوعا ما الحظ، أو مو نوعا نقول أكثر ما قدموا هو الحظ، لأن كان فريق الإسباني قدم كل شيء لكن ما ساعف الحظ، وكان نصيبهم ضربات نقول الترجيح اللي قدر أن الحارس الإيطالي بأن يصد ضربة جزاء موراتا اللي يقول هو سجل الهدف في التعادل، وهو اللي أضاع فرصة الفوز في هذه المباراة. طيب، لكن في المباراة النهائية مع الإنجليز، نقول الإنجليز اللي هم أفضل دوري بالعالم، يمتاز في القوة والكرات الطويلة والسرعة على حساب المستوى الفني، دائما ما شاهد المستوى الفني أو نقول اللاعب المهاري في الدوري الإنجليزي، وهذا ما أثر سلبا أمام المباراة النهائية اللي إجى هدف مبكر، اللي هذا هو اللي خلى المدرب أو الفريق الإنجليزي يدافع على هذا الهدف. لولا الهدف المبكر أعتقد كان الإنجليز هم اللي حاسبين البطولة، لكن ساعد الهدف المبكر الفريق الإيطالي بالضغط الهجومي وإغلاق المساحات أمام الفريق الإنجليزي. نعم، أيضا هاي البطولة شهدت أنه لأول مرة نشوف الفريق الإنجليزي يتخلى عن أسلوب السنتر شوت والأسلوب التقليدي اللي تلعب به الفرق الإنجليزية، ونجح في تقديم توليفة رائعة في هذه البطولة، برغم أنه البطولة راحت من عنده وهو يلعب على أرضه وأمام جمهوره. كابتن حيدر، أنا سعيد بوجودك ويانا بهاي الحلقة، وإن شاء الله أشكرك على حضورك طبعا، ونلتقيك إن شاء الله في حلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا لك سيد حسام. شكرا جزيلا. توج فريق برايتي ببطولة أندية العراق النسوية للدراجات الهوائية التي انطلقت في محافظة الديوانية بمشاركة 13 فريقا من مناطق وسطى وشمالية وجنوبية لقطع مسافة 40 كيلومتر. التفاصيل في تقرير ميثم الشبقاني. احتضنت الديوانية بطولة أندية العراق النسوية للدراجات الهوائية بمشاركة عدد من الأندية الرياضية للمناطق الوسطى والجنوبية والشمالية لقطع مسافة 40 كيلومترا استعدادا للمشاركات الخارجية. نادي برايتي حل بالمرتبة الأولى، وجاء نادي الأعظمية بالتسلسل الثاني، والكهرباء في المرتبة الثالثة بالنسبة لنتائج الفرق. أما سباقات الفردي أسفرت عن فوز لاعبة برايتي هدير نعمة بالمرتبة الأولى، وحلت بالمركز الثاني زميلتها داهات كاوا. أما المركز الثالث فكان من نصيب لاعبة الأعظمية زهراء حيدر. إحنا يعني أول وزميلتي ثاني، وإحنا كنا مستعدين، إحنا أصلاً كنا نتدرب إحنا بمنطقة بأربيل، يعني كنا مستمرين بالتدريب،
بدون انقطاع. تعاني لعبة الدراجات الهوائية من نقص كبير في الطرق الخاصة باللعبة والتجهيزات الرياضية وقلة الدعم المالي المقدم من الحكومة. احنا محتاجين التجهيزات، والتجهيزات نحن اصلا غالية، يعني محتاجين الدريسات والشورت الخاص بالدراجة والواقية الراس واللوك الخاص بالدراجة، كاملة تجهيزاتنا، وتجهيزاتنا غالية، والدراجات أيضا من يعني مدى الدراجات عندنا مدى الضاهي الموجود بالبطولات العربية والمنافسين لنا. الرياضة النسوية بالعراق يعني عدة معوقات للنهوض بها، أهمها العادات والتقاليد للمجتمع، قلة البنى التحتية من قاعات وملاعب خاصة بالنساء، ولهذا كنا أمل أنه كل المؤسسات اللي لها الشأن بالرياضي أنه تقدم ما تقدر تقدمه للنهوض بالرياضة النسوية. شهدت الرياضة النسوية في العراق تقدما لافتا خلال السنوات الأخيرة، لكنها ما زالت بحاجة إلى التشجيع والدعم المادي والمعنوي. ميثم الشباني، الديوانية، لبرنامج استوديو الرياضة. في ختام رحلة هذا الأسبوع لكم من أسرة البرنامج المخرج توني بعيني، المنفذ محمد حسين، ومني حسام حسن. أجمل التحية، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.